وهوانا مصر، اكيد وحشتكم جدا، عدى اسبوع من يوم ما قابلتكم وسهرت معاكم، بس انا عايزه اقول لكم ان انا لسه عندي الذهب زي ما هو محطوط، حطيناه تاني، هنفضل نحطه كل مره عشان تفتكروا ان احنا هنعلمكم تشتغلوا معانا وتكسبوا من شغلكم، وبعدين تكسبوا معانا ذهب على حسب فواتيركم في البرامج، في البرنامج اثناء البرنامج. طبعا البرامج دي انا كنت بتكلم على برنامج هوانا مصر، وارد ان انا اقول اخطاء عادي جدا وانتوا عدوها واضحكوا زي ما بتضحكوا دايما. انا عايزاكم دايما مبسوطين وفرحانين وعندكم ايجابيه وعندكم طموح، وعايزين دايما ابتسامتكم ما تفرقش وجوهكم. معانا لسه مصنع بوينت اللي مفرحنا كلنا بلبسه الحلو وشياكته واناقته وجماله. مصنع بوينت 10 سنين خبره، لبسنا من واحنا عندنا 13 سنه لغايه 120 كيلو، يعني بيلبس كل الاعمار على مود، كله على الموضه. هنشوف تقرير مصنع بوينت الراعي الرسمي لهوانا مصر، ومعاكم في موسم كامل مع مصنع بوينت حبيب قلبي. هنشوف تقرير مصنع بوينت ونرجع لكم مع الكهارب. طبعا انتوا عايزين تعرفوا يعني ايه الكهارب، لما ارجع لكم تاني هعرفكم يعني ايه الكهارب. باي باي لغاية ما أقابلكوا تاني. مصنع بوينت الراعي الرسمي لبرنامج هوانا مصر، خبرة أكتر من 10 سنين في مجال الصناعة والموضة. أول مصنع عرض شغله على موديلز حقيقيين وسبق عصره في السوشيال ميديا، بيبان في شغله قوي عراقة وتميز الصناعة المصرية، وبيقدم أعلى جودة بأقل سعر في السوق. بوينت مقاساته من لارج لتلاتة اكس لارج، بس هو موقفش عند كده، لأ هو قرر يعمل بيور اللي مقاساتها بتبدأ من 4 اكس لارج لحد 7 اكس لارج، وده بيلبس لحد 120 كيلو. فكده منتجاتهم مش بس تميزت بالجودة العالية، لأ دي بتناسب كل ست من 60 لـ120. ورجعت لكم تاني مع دكتور الكهارب. الناس كلها هتسالني امول يعني ايه كهارب، اللي اتفرج على الكبير قوي هيلاقي مربوحه طالعه بتقول له لبست لك كهارب يا كبير. دي اصل الكهارب، كلمه كهارب يعني نور بيتعلق في المناسبات، يعني زينه، يعني انوار. احنا دلوقتي معانا دكتور الانوار. يعني ايه دكتور الانوار؟ يعني الست تبقى لابسه كاجوال وزي القمر وشيك، اقدر اقول عليها جميله، اقدر اقول عليها ست، بس اقدر اقول عليها انثى؟ لا ما اقدرش اقول عليها انثى. اقدر اقول عليها هانم؟ لا ما اقدرش اقول عليها هانم. امتى اقدر اقول عليها هانم؟ لما تستخدم الكهارب او الزينه او مستحضرات التجميل، مستحضرات التجميل الخاصه بجمال البشره والجسم. معانا دكتور الكهارب. دكتور الكهارب، حلوه الكهارب صح؟ هي الزينه يعني كهارب، بالظبط احنا اتعودنا على كده. معانا الدكتور محمد عادل، صيدلي بمنتجات كلها جمال، هتحولك من ست لهانم، انثى جميله، مع الدكتور محمد عبد الحليم، محمد عادل سوري. اهلا بيك في برنامج هوانم مصر. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا يعني مش عايزه اقول لك احنا بنحب التجميل قد ايه. بالظبط. انا كست بعشق التجميل، وكل الهوانم اللي معانا في البرنامج بيحبوا التجميل. انا بقى عايزه اعرف ايه بقى، انت عندك منتجات ايه؟ اولا قبل اي حاجه احنا شركه مصريه. بص انا قبل ما اقول لك اي حاجه، انا بس عايزه اقول لكم على حاجه مهمه جدا كان لازم اقولها. هو دكتور محمد معاه منتج اسمه سولالا، يعني سولالا يعني ايه سولالا؟ لو احنا اتكلمنا يعني سو يعني سو، لا لا ده الفيمينا بتاع اللغه الفرنسيه او المؤنث، يعني انا لما اقول على انثى هقول لا. فاحنا لما اجي في اللغه العربيه اعيد كلمه مرتين معناها ان انا باكد على الكلمه، يعني انا باكد بسول لا لا ان ده منتج نسائي وبيخلي الست زي القمر زي ما انتوا عارفين. اهلا بيك مع سول لا لا. اهلا بحضرتك في برنامج هوانا مصر. احنا عارفين ان انت عندك منتجات كلها مهمه جدا. تمام. انت دلوقتي تحب تقول لنا عايزين نتكلم عن ايه في الاول؟ اولا المنتجات بتاعتنا لازم تكون اساسي مصريه 100%.
طبعا اولا البرنامج بتاعنا صناعه مصريه. بالظبط. اولا عايزه اقول لك على حاجه، انا من الناس اللي كنت بستخدم المنتجات الفرنسيه. تمام. زي ايف سان لورا وكريستيان ديور وشانيل، الحاجات دي بقت غاليه جدا جدا جدا، احنا ما بقيناش نقدر نجيبها. وغير كده احنا عايزين بقى نشجع صناعه بلدنا. بالظبط. فعشان كده انت ضيف غالي جدا علينا، لانك هتدينا البديل المصري للمنتجات الفرنسيه، نقدر نشتريها ونقدر نستخدمها ونقدر نبقى حلوين وهوانم زي الفل. بالظبط. يلا بقى معاك. يلا في ان انت هتقول لنا ايه منتجاتك. اوان احنا براند سولالا. 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 اهلا بيك. ربنا يخليكي. عندنا اول حاجه طبعا لازم نبدا بيها يمنا، الغسول. ان هو الغسول بتاع الوش. بتاع الوش. ايوه تمام. وعندنا برضو فيتامين سي. لا هو نتكلم في الاول على الغسول. نتكلم على الغسول الاول. تمام. تمام. الغسول عندنا هو 3 في 1. هو غسول. ايوه. وهو فيه غسول اصلا يعني غسول بينظف البشره. بينظف البشره. تمام. وبيعالج لو فيها رؤوس سوداء. ايوه. بينظف البشره. ايوه. وفي عندنا برضو في الغسول مقشر. طبعا انا فرحانه قوي انا بسمعك عشان انا بحب الحاجات دي جدا. ربنا يخليك. معاك. وطبعا في مقشر. ايوه. لانه فيه سيتريك اسيد. ايوه. بيعمل تقشير للبشرة فبيخليها تجدد نظرتها على طول. أيوة. وفي نفس الوقت هو في مرطب منه فيه. يعني انت قصدك ان انا الغسول ده مش محتاج استخدم كريم مرطب. لا. تمام. لانه في بنسلون وفي جليسرين. تمام. زي الفل. فاحنا استفدنا من ايه؟ من 3 في 1. هو غسول، هو مقشر، هو مرطب. تمام. فاحنا حافظنا على البشرة. وطبعا الغسول ده انت بتستخدمه الصبح وبالليل؟ الصبح وبالليل طبعا. تمام. فلازم نستخدمه مرتين، مرة الصبح ومرة بالليل. فكده احنا حافظنا على بشرتنا. أيوة. من الرؤوس السوداء. ايوه. من العوامل الجويه اللي احنا بنتعرض لها في كل يوم. ايوه. وفي نفس الوقت نظفناها وخليناها رطبه، مش محتاجين مش 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 محتاجين مش محتاج حاجه تاني مرطبه معاها. بالظبط. يعني كده. مش محتاج تدفع فلوس اكتر. أوه. كده احنا مبسوطين قوي. احنا نحب نبقى حلوين قوي من غير ما ندفع فلوس كتيره. لاننا بنستخدم حاجات كتير قوي للتجميل. بالظبط. وكتر الحاجات دي مش حلوه للبشره. كل ما تديني جوده احسن. أوه. وسعر احسن انا بقى مبسوطه جدا. بالظبط كده. ده بالنسبه للغسول. بالنسبه للغسول انا عارفه ان انت عندك سان سكرين. سان سكرين. سان سكرين. ففي دلوقتي عندنا اقتناع ان سان سكرين ده بتنزل وانت نازل الشمس. بالظبط. تمام. بس انا مثلا بحط السان سكرين ده لما باجي اطبخ في المطبخ عشان البوتاجاز والنار بيعمل عوامل ضاره زي الشمس. بالظبط. بالظبط. ده كده صح؟ صح. يعني انا المفروض ان انا كست استخدم السان سكرين ده في الشمس، استخدمه لو انا لابسه نقاب، واستخدمه لو انا واقفه في المطبخ. بالظبط. واستخدمه لو الدنيا حر قوي وانا في البيت، ولا ده مش مهم؟ لا مش مهم. يعني اهم حاجه اول الشمس او أول النار او اي حاجه ملتهبه متعرضه للوش. يعني الشمس. أوه. ولو انا لابسه نقاب وبخرج في الشمس. بالزبط. او لو انا بطبخ والدنيا حر جدا. بالزبط. وانا موجوده في المطبخ انت في وش النار بتاع البوتاجاز. يعني احنا كده حطينا غسول وشينا وقشرنا وشينا. وطبعا في معلومه مهمه اللي هي ايه؟ اللي هي يقول لك انا ما استعملوش في الشتاء. لا طبعا شمس الشتاء قوتها اقوى من شمس الصيف. على فكره انا عايزه اقول لك ان انا ما بحطهوش في الشتاء. لا ده مهم في الشتاء اكتر من الصيف. طب يا جماعه دي معلومه جديده والله العظيم انا ما بعملها. انا ما بستخدمش السان سكرين او السان بلوك في الشتاء خالص. لا. وبحس ان هو مش مهم. لا مهم جدا. يبقى كده معناها ان هو مهم جدا ان احنا نستخدمه صيف وشتاء. ده بالنسبه للغسول وده بالنسبه للسان سكرين وبالنسبه لايه كمان. يلا كده فرحنا كده قوي قوي فرحنا. بص احنا هنتكلم على المنتجات الاول. تمام. وبعدين بعد كده هنعرض على الشاشه صور المنتجات بتفاصيلها مكتوبه عليها. تمام. 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 كده احسن عشان انا بقى ايه لو هركز في صور. أوه. مش هفهم اصلا وانا عايز افهم التجميل كويس. تمام. احنا الستات كلنا بنحب التجميل. بالظبط. فاحنا كده اتكلمنا عن الغسول. اتكلمنا عن سان سكرين. بعد كده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم على كريم الهالات. الله ده حلو قوي. أوه. ده ايه الكريم اللي انا احط وما احطش ميك اب ولا كده؟ كريم الهالات طبعا معظم. أيوة. البنات. أيوة. والستات اليومين دول كلهم من سبب التليفونات، السهر، شرب القهوه والنسكافيه. أيوة. فبقى عندهم هلاك كتير. كلنا على فكره. بالظبط كده. فنفضل ندريها بقى بالميك اب عشان ما تبانش ان احنا عينينا سودا. بالظبط. ايوه. بس هي الفكره ان احنا اسمها عيون الباندا. عيون كلنا عيون الباندا. أوه. يا دكتور. ايه بقى حلها؟ عملنا سلاله اي كونتور. ده عباره عن كريم بيعالج الهالات اللي تحت العين. ده بقى بيتحط كده ولا عباره عن رول كده او بيليا بتلف؟ في عندنا منه شكلين. في عندنا منه رول اب. رول اون. بيبقى في منه مساج بيتعمل تحت العين. ايوه. وفي منه اللي هو العلبه اللي بايدك وبتعمل مساج انت دائري تحت العين. احسن اللي بيلف ده اللي بيعمل لوحده. الفكره ان هو برده بيشيل الخطوط اللي تحت العين. ايوه. وبيشيل الهالات السمراء اللي تحت العين. فمش محتاجين ساعتها اللي احنا نداريها.
قصدك ان انا اصحى الصبح افتح عيني الاقي نفسي زي القمر. بالظبط. ايوه هو ده، هو ده اللي احنا عايزينه. وبعدين هو بيحتوي على كذا حاجه، بيحتوي على الكافيين. ايوه. زبده الشيا. ايوه. الاوليف اويل. فيتامين اي. ايوه. فيتامين بي 12. ايوه. فهو بندي البشره بنعالجها وبنديها. أيوة. فيتامينات بحيث انها تبقى منوره على طول. ده احنا كلنا عايزين ننور يا دكتور. شفت انا كان صح لما قلت لهم دكتور الكهارب؟ صح، انا اخترت المصطلح اللي هو دكتور الكهارب. بالظبط، هو يتقال عليك دكتور كهارب. طب انا دلوقتي انا هستخدم الكريم بتاع الهالات السوداء طبعا عشان انا اشوف نتيجته وابقى فرحانه بيها وما احتاجش بقى احط كونسيلر وحاجات كده عشان اداري دوت. ده قد ايه استخدمه؟ بنتكلم فين؟ اسبوعين لشهرين. اسبوعين يعني يبان النتيجه من اول اسبوعين؟ من اول اسبوعين لمده شهرين حسب كميه الهالات اللي موجوده. احنا كلنا عندنا هالات كتير قوي. بالظبط. يعني اللي حسب كميه الهالات انا لا، في ناس عندها لسه غاب بتبدا. يا راجل والله ده حاجه جديده دي. في ناس عندها لا، في ناس بتبقى عندها الهالات. وطبعا برضو عشان نكون صادقين، ايوه ممكن يكون برضو يكون سببها الانيميا. قصدك حاجه علاجيه؟ حاجه علاجيه. وطبعا الموبايل بسم الله ما شاء الله كله شغال موبايل 24 ساعة. كلنا. فهو اللي بيعمل المشكله دي. ايوه. شرب الكافيين كتير برضه. أيوة. من اسباب الموضوع الهالات. ايوه. السهر كتير. ايوه. وطبعا كله بينام بالنهار وما بينامش بالليل. احنا كلنا بنسهر وكلنا بنشرب قهوه وكلنا ماسكين الموبايل. يعني احنا لازم نستخدم الكريم ده. وكلكم عايزين حل سحري. لازم نستخدم الكريم ده. لا بس اكيد برضه لو انا استخدمت الحاجات دي بنستخدمها. بالظبط. الفكره برضه اللي احنا نقلل من الحاجات دي. يعني قصدك ان انا احاول انام بالليل، احاول اقلل القهوه، شوية. احاول ان انا نخفف الموبايل شويه، حتى لو فاتحين الموبايل نخفف الاضاءه بتاعته شويه. ده احنا لسه هنتعلم نشتغل ونكسب ذهب من الموبايل يا دكتور. ما هي الفكره دي كلها، ما هي كل حاجه زي ما لها حاجات مفيده لها حاجات ضر. ايوه. فانا عشان اقول لك ان هو هيبقى سحر مفيش حاجه في الدنيا كده. ايوه. مش هقول لك خد علاج للبرد وانت قاعده ايه. طب على فكره انا عايزه اقول لك ان احنا واحنا ماشيين هناخد كل المكونات بتاعتك. بالظبط. انا ايوه. احنا جربنا شويه منها هنجربها كلها. انا ايوه. عشان زي ما قلت لك احنا هوانم وبنحب الجمال. بالظبط كده. ده بالنسبه بقى لكريم الهالات. عندنا منتجات. فاحنا عندنا بقى المنتجات بقى بتاعتك ايه؟ وعندنا الفيتامين سي. فيتامين سي. الله. بقى فيتامين. بس انا هسال سؤال معين. هو فيتامين سي حقيقي ان هو المفروض يتحط بالليل في الضلمه والكلام الفارغ ده ولا ده؟ لا على فكره انا بقول لك كل حاجه مش حقيقيه، انت تقولي بقى الحقيقيه. اولا الفيتامين سي عندنا هو مش فيتامين سي بس. الفيتامين سي عندنا فيتامين سي، هيلورونيك اسيد، كولاجين، جزيئات ميه الذهب. الله، كلها حلوين قوي. طيب الفكره ان هو بنستخدمه مرتين، مره الصبح ومره بالليل. ايوه. وممكن استخدمه واخرج. يعني انت قصدك ان انا مثلا دلوقتي ادخل الصبح اغسل وشي بالغسول وبعدين احط فيتامين سي. بالظبط. وبعدين اخرج. وبعدين اخرج. بعد كده بحط السان سكرين. طبعا. يعني انا كده بحط الثلاثه وانا خارج الصبح. وانا خارج الصبح. بس بالليل بغسل وشي واحط فيتامين سي اللي هو فيه الكولاجين. وكريم الهالات. وكريم الهالات. نسيت كريم الهالات دي. ده كده احنا بقينا زي القمر. الفيتامين سي والهيلورونيك والكولاجين وغذاء مادة الذهب، الثلاثه دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا اول حاجه بنخلي الوش منور. ايوه. بنخلي التجاعيد تقل. ايوه ده مهم قوي، احنا كملنا 20 سنه. بالظبط كده. ايوه. المسام بتاع البشره. ايوه. بيظبطها. ايوه. طبعا بيدي نضاره. ايوه. وطبعا الفيتامين سي مش هقول لك بقى فوائده كتير. بيمنع الاكسده. ايوه. تحس ان على طول انت شباب. على فكره يا دكتور احنا على طول شباب طبعا مبدئيا يعني. بس مش هنحتاج ساعتها ميك اب بقى. ايوه مش محتاجين ميك اب. بالظبط كده. فدي فكره الفيتامين سي، ان هو مش فيتامين سي بس، احنا عاملين الفيتامين سي يعني بدل ما تستعملي اصلا تجيبي فيتامين سي لوحده. ايوه. وتجيبي هيلورونيك لوحده وتجيبي أيوة. الكولاجين لوحده، لا احنا عاملينك التلاته في واحد. ايوه. الفيتامين سي مع الهيلورونيك مع الكولاجين. ايوه. فده كله في منتج واحد. يعني انا اصحى الصبح اغسل وشي بالغسول، بعد كده اقوم حاطه فيتامين سي، وبعدين احط السان سكرين. ده كده انا خارجه. تمام. اجي بالليل احط بقى بقى ان الصبح مش هحط الهالات بتاعت الهالات دي، بحطها الصبح برده وانا خارجه ولا عادي نورمال؟ لو الهالات الهالات جامده. ايوه. هنستعملها الصبح وبالليل. تمام. لو بالليل هحط كريم الهالات واغسل وشي واحط فيتامين سي بس من غير سان سكرين. بالظبط. ده كده تمام. كده كل المنتجات بتاعتك تجنن. تمام. تمام كده خلصنا من البشره. كده خلصنا. في حاجه تانية بقى غير البشره؟ كريم التفتيح. كريم التفتيح. الله، حلو قوي. عندنا كريم تفتيح بيشتغل للجسم عموما وبيشتغل في نفس الوقت للسنسيتيف اريا. ايوه. معلش انا بس ايه، عشان احنا البرنامج بتاعنا عربي، فحضرتك تقول لنا يعني الاماكن الحساسه. الاماكن الحساسه. ايوه. معظم الكريمات يا بتشتغل للجسم بس يا بتشتغل الاماكن الحساسه بس. يعني انت قصدك ان الكريم دوت
بتحطه على الجسم كله زي البادي بادي لوشن وزي بالزبط. الكلام دوت بالذات تبقى تكلفه عاليه جدا. لا هو مش تكلفه عاليه، هو الفكره في اماكن انت مثلا عايز تفتحي في جسمك. يبقى انا كده هستخدمها في اماكن معينه. بالظبط، بس انا قصدي الفكره ان في منتجات بتبقى للجسم بس. ايوه. وفي منتجات للاماكن الحساسه بس. لا احنا المنتج بيشتغل الاثنين. ايوه. لانه بيحتوي على ايه؟ على حاجه اسمها ترانسيميك اسيد. ايوه. دي احدث حاجه في مجال التفتيح. ايوه. دي امان جدا على الاماكن الحساسه. ايوه. مش بتخلي البشره ناشفه. ايوه. بتخليها دايما رطبه. يعني مش محتاجه مرطب معاها. مش محتاجه مرطب. تمام. لان هي دي الماده دي قويه جدا. تمام. القصه دي. تمام. وفي نفس الوقت حاطين فيه فيتامين اي وفيتامين بي 12. ليه؟ عشان الجسم برضو يفضل يعني انا بفتح وخلي الجسم على طول نضر. تمام. فمش محتاجين ان احنا نستعمل حاجات تانية معاه. ايوه. وفي نفس الوقت برضو في جليسرين وبنسلين للترطيب. ده في كده في كل حاجه. طب انا بقى عشان استخدمه فتره قد ايه عشان احس بالنتائج؟ بتستخدمي فتره برضو من اسبوعين لشهرين. من اسبوعين زي الهالات بتاعه العين. بالظبط بالظبط. وفي الميزه بتاعته برضو ان هو في نفس الوقت ممكن نستخدمه للفيس عادي للوش. طب انا بص انا يعني انا هتكلم كده انت عارف ان احنا براحة. انا دلوقتي الحاجات دي بتبقى غاليه قوي. الفكره انها غاليه بس احنا عاملين عروض عشان خاطر هوانم برضو مصر. ايوه شفت انا بص انا بسرسب الكلام اهو عشان اوصل للي انا عايزاه. الهوانم بتوعنا بقى هتديهم ايه؟ عاملين لهم كذا مجموعه. ايوه. منها مجموعه اللي هي الصبح. تمام دكتور. معلش بقولها تاني. مجموعه الصبح اللي انت قلتي الصبح عليها الصبح اللي انا بستخدم من الاربعه. الصبح الثلاثه الصبح اللي هو الغسول. هو انا اقدر احط السان سكرين واحط ميك اب عادي؟ طبعا بتحط قبل الميك اب. تمام. بتحط قبل الخروج بربع ساعه. ايوه. وطبعا السان سكرين في معلومه برضو اقول لك عليها ان هو المفروض يتجدد كل ساعتين. ده لما تبقى نازل البحر بقى ولا نازل ميه ولا قاعد طول النهار بره. بالظبط المفروض يتجدد كل ساعتين في اي سان سكرين عموما. طب احنا عايزين بقى العرض بتاع حوانم مصر عشان انت لو فضلنا قاعدين مع بعض كده هنقعد الصبح. احنا هنزل الصور حالا وبعد الصور تقول لنا العرض. تمام. اللي احنا مش هندفع فيه فلوس. تمام تمام اتفقنا. يلا نشوف الصور مع بعض. ماشي. دلوقتي تعرفنا ايه هي من خلال الصور. تمام. ده معانا كريم التفتيح. ده كريم التفتيح. ايوه زي ما قلنا ده بيشتغل للبشره. ده بيشتغل للبشره وللجسم كله. تمام حساس. تمام. ده طبعا السان سكرين زي ما قلنا. ده سان سكرين. السان سكرين. ايوه. بنستخدمه واحنا خارجين قبل ما نخرج بربع ساعه والمفروض يجدد كل ساعتين. كل ساعتين بنستخدمه. بالظبط. ده الفيتامين سي برضو. فيتامين سي. بالفيتامين سي والهيالورونيك اسيد. ايوه. والكولاجين وجزيئات المريء. ده بيستخدم الصبح وبالليل. بيستخدم الصبح وبالليل. تمام. ده الاي كونتور كريم لعلاج الهالات اللي تحت العين. ايوه. بنستخدمه مره برضو مره الصبح ومره بالليل. مره الصبح ومره بالليل. انا طبعا يعني مش عايزه اقول لك قلت لك كل ايوات اللي في البرنامج. نكمل. ده السان سكرين تاني. ايوه. ده الغسول. ده غسول فوم للبشره الدهنيه. ايوه. عاملين الغسول نوعين في البشره الدهنيه والبشره الجافه. تمام. كل بشره ليها غسول. كل بشره لها غسول. تمام. ده الاي كونتور برضو تاني. ايوه تمام. ده الكريم الهالات علاج الهالات. ايوه. وده برضو كريم علاج الهالات تاني. معاك. ده الغسول بتاع ده غسول جل للبشره العاديه والبشره الجافه. يعني انت عندك نوعين غسول. غسول فوم للبشره الدهنيه والمختلطه وغسول جل للبشره الجافه والعاديه. معاك. كده المنتجات بتاعتنا كلها قلناها. كده المنتجات. بص يا دكتور انا قعدت اقول لك ايوه ايوه ايوه. بص كده 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 صور كل المنتجات معانا. صور المنتجات كلها بتاعتنا. ايوه. الغسول الفوم والجل والسان سكرين والكريم التفتيح وكريم الهالات والفيتامين سي. سيبك بقى سيبك. طيب. بقى خلينا بقى نتكلم في المفيد. المفيد الفلوس. الفلوس. احنا دلوقتي في هوانم مصر بعد ما شبعتك ايوه طول الحلقه عشان هي لازم انا. طيب. مش عارفه ابطلها ولازم ابطلها فخلينا دلوقتي نشيل ايوه من الكلام وناخد. طيب. الكلام الصح. ماشي. ايه العروض اللي بتقدمها الهوانم مصر؟ هنعمل لكم ثلاث عروض. ثلاث عروض. واللي ياخدها يقول ان احنا تبع هوانم مصر. خلاص يعني. طيب. اللي هيجي اللي يتصل بيك يقول لك انا هوانم مصر هتديله العروض دي. ثلاث عروض. تمام انا اسمع بقى العروض. طيب. عندنا اول عرض. غسول. غسول سواء للبشره الجافه او الدهنيه حسب على حسب ما انا اختار. تمام. سان سكرين. سان سكرين وفيتامين سي. فيتامين سي يبقى كده. غسول سان سكرين وفيتامين سي. تمام. ده العرض الاول. ده العرض الاول. العرض الثاني هيبقى غسول برضو بشره. أيوة. دهنيه او عاديه سان سكرين كريم تفتيح وكريم علاج الهالات. وكريم يبقى كده ده الاول ثلاث حاجات والثاني اربعه. في ثالث ولا العرض الثالث بقى اللي هو المجموعه كامله. المجموعه كامله. طب يعني ايه هنقدر نقول اسعار ولا هيبقى صعب لما يتصلوا؟ هنقول اسعار لما يتصلوا. خلاص يعني خلي الاسعار خاص. زي كل الناس اللي بتتصل. مش هتتصدم على فكره. عايزه اقول لكم ان انتم مش هتتصدموا مع سوق لالا. هنبقى حلوين
وهنبقى ستات جميلة وكلنا هنبقى كهارب. اهلا بيك يا دكتور في برنامج هوانا مصر. اهلا بيك كمان. وهنستناك لما تعمل منتجات جديدة كتير، وهنستنى كل عروضك بإذن الله. وسهرة سعيدة ليكو. سلالة، براند مصري بينافس الأجنبي بنفس الجودة وسعر أقل. كل البرودكتس بتاعتهم من تصنيع أكفى الصيادلة بمكونات طبيعية، ده غير إن هي مرخصة من وزارة الصحة. عندهم جميع منتجات العناية بالبشرة زي مثلاً الفيشيال كلينزر أو الغسول اللي بيناسب جميع أنواع البشرة. أما فيتامين سي حكاية، لأنه 3 في 1، في هايليورونيك أسيد عشان الترطيب وكولاجين علشان التجاعيد. كريم تفتيح الهالات السوداء بيدي ترطيب وحماية ونضارة، والميزة في ديزاين الرولون انه بيساعد على توزيع البرودكت بشكل كويس، وكمان بيقلل الخطوط او التجاعيد اللي تحت العين. عندهم كمان كريمات لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية. السان سكرين مش بس بيحمي، لا ده كمان فيه مكونات بترطب البشرة وبتقلل التجاعيد.